الحقني يا حموكش الحقني. في ايه؟ في فار، في فار في المطبخ. ماشي اللي ماشي. بقولك في فار يا راجل، انت قوم اضربه. هو انت قلت ايه؟ بقولك في فار في المطبخ. بقولك ايه، انا مش عايز هزار، والله ما بهزر. كل مره بتضحكي عليا وتقولي لي في فار، وفي الاخر ما بيطلعش في حاجه. لا لا، المره دي مش بضحك عليك والله. يعني في فار بجد؟ ايوه في فار وانا موجود. تصدق مش عامل لك حساب. اتفضلي قدام. انت رايح فين يا حموكشه؟ واخد شنطه هدومك ورايح فين؟ انا ماشي. انت بتقولي في فار في البيت، وانا والفار ما نقعدش في حته واحده. يا نهار اسود يا حموكشه، يعني هتسيبني مع الفار لوحدنا؟ انا مش سايبك مع حد غريب يا حبيبتي. يعني ايه يعني؟ انت مش هتموت الفار قبل ما تمشي؟ طيب ما انا ماشي ليه وليه، ما انا ماشي لخاطر الفار. بقول لك انا والفار ما نقعدش في حته واحده. لو انت هتموتيه ماشي ممكن اقعد. خيب عليا وعلى بخت المنيل، الرجالة بالاسم بس خايف من حتة فار هربان من الشقة كلها. لا أنا مش خايف من الفار، أنا بس محبش أقعد معاه في حتة واحدة. لا يا راجل، بصي لما تموت الفار وبيتصلي بيا بقى، ولا أنت عارفة مكاني وبيبعتيلي هاجي على طول. أنا بعد ما موت الفار هحتاج لك في إيه إن شاء الله؟ علشان أنا الراجل، عشان أحميكي. تحميني؟ روح احمي نفسك الأول وأنت خايف من فار. بعدين قلتلك كذا مرة أنا مش بخاف من الفيران، أنا بس مش عايز أقعد معاه. اه صح، طب خلي بالك عشان الفار وراك. ها الحقوني، ابعد ابعد عني. طب اقول للناس ايه؟ جوزي اغمى عليها عشان خاطر الفار. هو ايه اللي جراله الراجل ده؟ مغمى عليه بقاله كذا ساعة. في ايه؟ ما كانش فار اللي طلع له، امال لو طلع له اسد كان هيعمل ايه؟ فار فار لا فار لا. قولي يا دكتور هو ماله؟ كل شوية عمال يقول فار لا فار لا ومش راضي يفوق خالص. الأستاذ حموكش عنده صدمة عصبية لما شاف الفار قدامه مرة واحدة. ده فار يا دكتور فار، أمال لو شاف أسد؟ طيب مش عارف. أمال مين اللي يعرف يا أخوي؟ يعني هيفوق إمتى طيب؟ شوية كده وممكن يفوق. قوم يا حموكش قوم، خليك راجل، ده حتة فار. فار لأ فار لأ، أقولك فار فار لأ فار لأ. يا مدام تنكا يا ريت ما تجيبيه سيرة الفار قدامه عشان يفوق. يعني ما أقولش فار؟ فار لأ فار لأ. يا مدام أرجوكي ما تجيبيش سيرته. هو ايه الفار؟ لا لا فار لا. وبعدين بقى يا مدام ما تجيبيش سيرته. اه خلاص مش هقول فار تاني. لا فار لا. امي حموكش ده فار.